على اخر ستوريهات نزلناهم. طبعا كثير ناس اخذت الفيديوهات وصارت حطتهم عندهم على كثير يوتيوبرز، اخذوا الفيديوهات وحطوهم عندهم على القنوات. بس وين المشكله؟ المشكله كل واحد صار يالف قصص على كيفه، هذا اللي يكتب عنوان ما بعرف شو، هذا اللي يكتب والد نواره في العنايه ما ادري شو، اغمى عليه وامها ما ادري شو. حبايبي ما في شيء من هالشيء هذا. ثاني شيء حبايبي، كثير عم يتساءلوا الناس ليش نواره في المستشفى؟ نواره في المستشفى كنا نايمين فقنا الصبح صار عندها نزيف وجبتها على الطوارئ، دخلوها خلوها تقريبا يومين ثلاثة قعدنا في المستشفى، بعدين دخلوها على العناية المركزة ما بعرف شو عطوها شو سووا. لهيك حبايبي نحن موجودين في المستشفى لهلا، تقريبا نحن صرنا هلا تقريبا يمكن اسبوع في المستشفى. الناس كمان في ناس صارت تألف قصص انه نوارة طلعت وصارت بالبيت وهي بحالة اوكي وما بعرف شو. يا جماعة الله يخليكم، اللي بده يطلع الاشاعات بدكم تسووا فيديوهات، خذوا الستوري انا ما عندي اي مشكلة، بس لا تألفوا قصص من عندكم لعندكم. يعني تألفوا لي قصص ما صارت ولا انتم متأكدين منها، يعني تصير يعني صارت اشاعات هي كثير. المهم حبايبي نوارة طبعا بعد ما خرجت من المستشفى، وهلا هي داخل طبعا طلعوا، بس لهلا طلعوها من غرفة من العناية المركزة، وهي داخل هي في الغرفة الحين بدخل وبنشوفكم نطمن عليها، وبخليكم كمان تطمنوا عليها وتشوفوها. المهم حبايبي ثاني شيء عشان ما انسى، جد بعتذر من كل انسان عم يبعث لي وعم يبعث على تليفون نواره وما عم نقدر نرد عليهم، جد كثير يعني ما بعرف في 1000 2000 مسج بعتين رسائل، والله العظيم ما عم نقدر. هي جد بعتذر منكم كثير، وهي سويت لكم ستوري عشان اطمنكم على نواره والناس تطمن عليها كلها، وجد شكرا لكم كثير كثير، شكرا لدعاويكم يعني والله وقفتكم جنبنا يعني شيء كبير شيء كبير والله العظيم، يعني الحمد لله رب العالمين على محبة الناس والله. المهم حبايبي خلينا ندخل نشوف نوارة بعدها متصفحة ومعلقين هالسيروم هذا المغذي لأنه صار عندها جفاف في الجسم. طبعا حبايبي ندخل عند نوارة طمنكم عليها. هاي نوارة، هاي جبت لكم نوارة الكل. طبعا مو قادرة صوتها شوي واطي، معلقينها طبعا السيروم صار لها اسبوع كامل عايشة على المغذيات، وهي الحمد لله. وعلى فكرة ناس كثير دعوا لي كثير كثير، كل العالم كله صار يدعي لي جد والله. عشان اقول لكم ما لقيت ما نقول والله، شكرا لكم بزاف بزاف على الدعوات ديالكم، وشكرا شكرا للناس بزاف اللي كيسولوا فيا صحتي بقات، شكرا شكرا لكم بزاف والله العظيم. ما عرفتش باش نعبر لكم في هذه الساعة، ما عرفتش خلتني كلمات والله. المهم انك بخير حبايبي، حبايبي حبيبي، المهم انك بخير وحالته الحمد لله تحسنت شوي، بس ما بعرف بصراحة امتى حيطلعوها من المستشفى، بكرة بعد بكرة والله ما بعرف. بكرة حنشوف الدكتورة، حننام هون كمان اليوم شو بدنا نسوي. الحمد لله بعدنا بالمشفى لسه. المهم حبايبي هاي طمناكم على نوارة، اتمنى ضلوا تدعوا لها، ومنحبكم كتير 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 حبايبي، ومنشوفكم ان شاء الله فيديوهات ما عم نصوركم مثل ما شايفين الوضع. ان شاء الله بس تطلع نوارة بتتحسن اكثر، عم نصوركم فيديوهات حبايبي، ومنحبكم كتير. باي باي.